سجود بدون لاجة انهاجس يسلك انهاجس باب ما يدوب يدرجها. تبي نلعب لعبة ثمام ولا لا ما تنفع الحين؟ شنو؟ ما تنفع الحين. يلا يبينا فعالية. هذه اللي كذا. مو فعالية. عندي لكم فعالية بس بتفاعل وياها. يلا. فهمنا اياها اول شيء. عادي حتى لو تبون انتم جالسين عادي. عادي ما في مشكلة. بسيطة يعني. يلا. الفعالية حطوا ايديكم كذا كلكم. يا من الله كذا. طيب ارجع كذا شوي عشان اشوفك. ها؟ ارجع كذا شوي. كذا شوف. لا لا. طيب حلو. عرفت؟ حطوا ايديكم كلكم كذا. ها؟ انزين. الحين انا بختار واحد ارميها له. حلو. هذه ولا تبون موي افضل؟ لا 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 ابدا لا بس اخف اخف هذه اخف هذه يلا لان يعني فيها نفسي مثلا اقول كذا الزايد يمسكها اذا زايد حرك يدينه خلاص. طيب واذا جتك انت بعماد؟ ايوه. تغديت؟ الحمد لله مرتين. عثمان جلب العافيه والله العظيم اني ما تغديت ولا في حالي حتى مد يدي. لا لا والله انها حلو. حلو. وش رايكم؟ حلوه حلوه. وانتم جالسين. يلا واحد اثنين بس اللهم بس انا مثلا. طيب اذا انطلقت عليها امسكها؟ ها؟ اذا انطلقت عليك ايوه تمسكها. يهوش لك تهوش. يمكن اهوش لك تطلع برا خلاص. زين يلا بسم الله يلا نبدا. لا جات غلا يلا جاهزين كلكم. لحد انتبهوا كلكم. احمد عوض زايد مسلط. يا خلاص واضح مشايع سلمان. هاي ليش تعرفه؟ لا هو ضد لا قصده انه برا اللعبة يعني انا حكم. تبغى تكون حكم يلا عادي باك انت بس تلاحظهم اوكي يلا يلا مسلط. لا ما جاء رجع الحق الحقه رجع لا ما لي دخل ليه؟ تريها كذا ايه انت بالكفر بس ما اقول اسمه ما حرك شوي لا ما حركت بس برد نغزة برد لا حتى النغزة ترى محسوبة خلاص بعد خليها معك ها حتى النغزه حتى واحد يقول كذا خلاص يلا يا تمني خطيري انت معنا ابو شايع اي طب لما ما تسوي بديك مع من معنا كذا نفس الحكايه خلاص انا نسيت النظر لا سكت طط 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 لا خلاص برا برا ليه برا امسك برا ليه ليه لا خلاص داخل انا برا بس خلاص انا برا انا برا لا لا انك ما مسكته برا هات 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 قال اثقل خليك ثقيل اطلع برا اوكي يعني اذا النهايات هذه مشكله وش انت لصق انت ايش تدف يلا جاهزين الله اكبر انت فرقنا على الطيبه وايم يقول لك انت جمعنا على الطيبه والطاعه وانت فرقنا هذه عبارة الدعية يلعب معنا بس يا ولد جنبي كيف اسوي؟ هو الجنب كنت تقدر عليه اصلا ايوه يعني ارمي عليه ما قدرت على الزايد لا لا وجهي وجهي لا انا قريب منه قريب منه خلنا ناخذ مسافة خلنا ناخذ مسافة نرجع برا برا وسعوا عادي وسعوا شوية مسافة عادي وكيف تعطيني حديدة انا خايف عليك انت صرفها يا عيال انت على وجهي طيب عظم يصقع على وجهي لا ما ارجعك على وجهي ما ارجعك على وجهي بس يلا اوكي دري مع اللعبه ادري عليك حالا تعال انت قرب قرب انا يلا سريع واضح حلوه لا فك يديه فك يديه لا لا فك يديه امسكها وشيل شبيبك يلا ما عليه يا ويل ويلي ولا ورجيك يا ويل ويلي ولا ما عليه ما عليه سمان بعد انا بشد زايد ذم بصلا يوسف بنروح للاعداد زايد برا برا ليه برا برا انا ناوي يا حلو ناوي حذف ماسكنها مسكه يبي يضربها مصلب ضربه حلب ما تدري وين تمسكها ما ادري وين والله ما ارد راسك لبن يا مصلب فهمت منا هذا بيرسل عليك الله ذاك معنا ايوه تقول معنا ذاك تعرفون معنا ذاك ولا ذاك كذا كذا ما يبي كذا هذا تعتمد على سرعة البديهة كذا عنده مسلط ايه عندي واضحة بعد بشوف انا كذا ها الله لا يحيي او كاجل اجل لا لا ما والله وترته والله ايش دخلك؟ ضاعت على
لا برا 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 الحكم موجود الحكم موجود انا موجود فهد حكم فهد حكم انا قلت برا 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 انت لا تركز هو مش علي انا لا تركز خلهم تدعينك بس حكم غشاش برا برا والله دقيقه ولد خلهم تدعين هذا ما عاد يركز والله سلامات سبعه قدامك قال لنا والله ماني برا يلا عندي بس اطلع برا برا سلامات لا 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 وقف اللعب انت في اللعب باقي في اللعب ما نبي نلعب انت غشاش سلطان من طالع سلطان برا ليش عبد الله انت الفايز ابو ناصر صح ابو ناصر يلا خلاص خلاص احمد احمد انت برا اوكي ماني برا شوفها ها رجع طقه هنا تصير خطك يلا خلاص يلا برا عشان يلا جاهزين شباب اقول ان شاء الله ما ادري اللي باقين مصلط ماشي شو كان عبد الله سلمان جاهزين اي انا بشيء تاخر سؤال الظاهر في شيء فاتن بيض مغرب بيض فحس كبدي جاهزين باقي مستمر الرجال ها يلا ناكل بيض موجود يا ابن حط ايدك اعطي قد كنت بيضا انت زين الوقت بل بغريق واضح ان ناوي يرس تمام جاهزين هذا كلنا خالصين معنا والله معنا ما معنا برا برا ما معنا برا 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 يطول عمرك برا بيضا واجي خلنا قربوا قربوا عندي تعالوا انتوني تفرقوا انتوا تفرقوا عشان الواحد اذا بغى يضرب خويه ولا هي برا انت برا اسمع الحطب وينه والنار وينه والدنيا وينه اليوم الجو حلو يلا كمل ها برد انا برحاش عبد الله جاهز يسبني معكم ايوه تعرف منو عبد الله جاهز جاهز بس انت مع الورد لا لا بهنا عشان تفرق بين عشان في فرق بيننا فاهم يلا سلمان جاهز لا جيب حطب ها ايش رايك ها خلها على المغرب هذه هدية ما تيجي هدية لازم تكون قريبين ها عثمان جاهز ها عثمان جاهز ها عثمان جاهز أيوة أنت لا تركز زي خوينا إيش المسكة ذي حلو حلو عيمبا حلو أنت لازم تروح ليو نيويورك على الطيب والله وانت فرقنا في جو علمنا علمنا على اللعب العماني علمنا على اللعب العماني لعبه لعبه اذا عندنا انواع مركز لكن نوعين رئيسيه ثلاث انواع رئيسيه كيف يلا علمنا ابا ما اخبط من هذا اللعبه الاولى اللي هي اليوله تعال ارجع 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 هذا قول ارجع خلاص انا ارجع من اللعبه الاولى ارجع 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 الحين يلا الاولى ارجع لنا بيضربني بيها ارجع من اللعبه الاولى خاف خاف سو سو طحنان اسكت اسكت خليه يلعب ها ما صابني لا لا حد يعدمها ما ضربني لا ما ضربني ما يضربني ولازم يضربك مرة من عندك امسكها اطلع برا اطلع برا انت انا ما ادري خلاص ما عاد في وين البطاط بالله خلينا نغمس لا 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 الفايزين الفايزين سلام لعبتك خايسه ولعبتك ما تعيد ثاني ما تجيب اللعبه يلا علمني تدري ويل ويلي يا تعرف اللعبه هذه المغاد لا لا ويل ويلي لا يا ابو شايع اقول لك لا حر يا جيب هذا الفيل استخفونا اخونا من القاف ويل ويلي ويلا يعني كذا شوف انت بيرد معي ترى برمي هلك ها انتبه يعني عشان لا عشان اشرح لك اللعبه يعني تكون كذا مثلا جنبي انا ابو غالب وش سالفه واحد سنه بين